أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أتحدث وإياكم حول معنى جميل من معاني العقيدة، ألا وهو الهداية والتزام طريقها. قبل أن نستفيض في موضوع الهداية، بس أحب أعطي تهيئة حافزة، قصة رمزية حصلت في الحضارة الرومانية أو إيطاليا في قديم الأزمان حسب ما قرأنا وسمعنا في بعض المنشورات. في قديم الزمان جلس على الحكم حاكم روماني على روما، وأحب أن يعمل حاجة في بداية عهده لقومه في روما، فجمع وزراءه وشركاءه ومستشاريه وقال لهم: أريد أن أصنع تحفة في هذه المدينة من قطعتين يراها كل من يحضر إلى روما. فقالوا له: ماذا تريد أيها الحاكم؟ فقال: أريد صنع لوحتين تكون إحداهما لأجمل وجه ملائكي عندنا في روما، واللوحة الثانية لأقبح وجه شيطاني عندنا في روما. فقال لهم: جدوا لي وابحثوا عن أفضل وأبرع رسام عندنا في روما كي يرسم اللوحتين. فجيء بالرسام مشهور عندهم، وقال له الملك: لك من العطايا والأموال كيت وكيت، لكن أن ترسم لي هاتين اللوحتين. فاستجاب الرسام لهذا الطلب وذهب يبحث عن أجمل وجه ملائكي في روما. المهم، ذهب هذا الرسام، مر يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين، وهو يبحث في الناس عن أجمل وجه فما وجد، فيأس حتى ارتاح ذات يوم في حديقة في طريقه، وجلس على أحد الكراسي الموجودة في الحديقة. فبينما هو يتأمل في رواد الحديقة، فإذا به يرى طفلا مع أمه، وقد حباه الله وجها جميلا فاق من رآهم بعيونه. فذهب يعرض الأمر على أم الطفل، قال لها: أريدك أن أرسم ابنك على هذه اللوحة، فقد أمرني ملك روما بذلك، ولك من العطايا مثل ما لي، ولكن اسمحي لي أن أخذ ساعات حتى أرسم ابنك. فوافقت، وبدأ الرسام يرسم صورة الطفل ساعة وساعتين وثلاث ساعات، حتى فرغ منها في خلال أسبوع، لأن تجددت اللقاءات أكثر من يوم، حتى فرغ منها بعد أسبوع، وأخذ اللوحة وذهب بها إلى الملك، فأعجب الملك بهذا الوجه الملائكي، فعلقت اللوحة في أحد أبرز الأماكن في روما، فأخذ الناس جيئة وذهابا يرمقون بعيونهم هذه اللوحة ويتأملون هذا الجمال الذي حبى الله سبحانه وتعالى الرسام كي يرسم جمال بشر وإنسان على وجه هذه الأرض. ثم استدعى الملك الرسام، قال له: شد حيلك، الآن نريد اللوحة الثانية، أقبح وجه شيطاني في روما، ترسمه ونعلقه في مكان آخر يراه الناس. وظل الرسام يبحث ويبحث، وطال به الأمد حتى مرت سنوات. استدعاه الملك فقال: ما هذا؟ لقد تأخرت علي، أين الصورة؟ قال: يا أيها الملك، ما وجدت إلى الآن أقبح وجه شيطاني على وجه الأرض. قال الملك: سأضاعف لك المكافأة، ولكن اذهب وامضي حتى تجد ذلك الوجه. فأخذ هذا الرجل الرسام يبحث، وأيضا مرت سنوات عدة وما عثر على الوجه المطلوب، حتى مرت 40 سنة. وبينما هو قد تعب وشابت لحيته هذا الرسام، قال: أين مكان ممكن أعثر عليه على أقبح وجه شيطاني؟ ما تركت مكان، لا حانت خمر ولا حانت بغاء ولا أي مكان فاسد. يقول: من شدة تعبي رأيت صندوق قمامة في طريق مهملة، فقلت أستريح هناك قليلا. وعندما اقترب من الصندوق يريد أن يرتاح قليلا، تعرفون المريض
كبير في السن يكون عنده روماتيزم في الركب وكذا فيرتاح، فشاف طريق فاضي فإذا به يعثر على المفاجأة التي ينشدها منذ 40 سنة، وجد رجلا بأقبح صورة شيطانية على وجه الأرض. فوجد الرجل ثيابه متسخة وشعره كث ولحيته غير مرتبة، أثر السمرة والحمرة على وجهه، وكل تضاريس الحياة موجودة في جسم هذا الرجل، وقد استند إلى صندوق القمامة وبيده قنينة خمر. فاقترب من الرجل وطالبه أن يرسمه، وعرض له الأمر الذي عرضه عليه الملك، فوافق هذا الرجل طالما أن فيها إيش؟ أموال. طبعا الرسام صار رجلا مسنا، فهذا الرجل جلس وأخذ الرسام، أخرج ورقة وأخرج أقلام رسمه وبدأ يرسم وينقش في هذه الصورة حتى وجد المفاجأة. وجد الرجل يدمع وتدمع عيناه على وجنتيه، ثم بكى وانخرط في البكاء. فتوقف الرسام عن الرسم فقال: ما بك؟ قال: أتدري من ترسم أيها الرجل؟ أنا الطفل الذي رسمته قبل 40 سنة. فقال له الرسام: وما الذي حل بك؟ كنت جميلا وملائكي الوجه ومنظف الثياب والهندام، ما الذي حل بك؟ قال: الحياة وظروفها. قال: بل أنت الذي تتغير، لقد أعطاك الله هذا الجمال وهداك إليه وهداك إلى تلك البراءة، أنت الذي غيرت دفة السفينة وغيرت مجرى حياتك وارتضيت بهذه الطريق الموحلة الشيطانية من خمر ونساء وما إلى ذلك. انتهت القصة إلى هنا. والمقصد أيها الإخوة الكرام هو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في سورة البلد: وهديناه النجدين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. وقال تعالى في طالعة سورة الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالأصل في خلقة الإنسان أن الله خلق الناس حنفاء لا يميلون إلى الشرك، خلقهم على فطرة الإسلام، ثم هم الذين اختاروا طرقهم، منهم من آمن ومنهم من كفر. قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأنت أيها المؤمن إن رأيت نفسك تمشي على الصراط المستقيم، تحرص على الصلوات، تواظب على بر الوالدين، على صلة الأرحام، على تلاوة القرآن، فاعلم أن هذه هي الفطرة التي خلقها الله لك، فلا تحيد عنها قيد أنملة، فالزم طريق الاستقامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. وتلميذه ابن القيم قال: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. كذلك جاء في نونيته، أي في قصيدته المعروفة بالنونية، ابن القيم قال: لواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فإياك أن توظف جوارحك في غير ما أراده الله من الفطرة لك، فاجعل عينيك لا تنظران إلا ما أحل الله، وسمعك ما يسمع إلا ما أحل الله، ولسانك لا يتكلم إلا بما أحل الله، وهكذا الجوارح وبقيتها. هذه خواطر بسيطة حول فطرة الله التي فطر الناس عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذه الفطرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل والصراط المستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يميتنا إلا على الإسلام وعلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.